والله ما شاء الله يا ليلى، كبرتي ودخلتي الجامعة. الحمد لله يا أمي، أنت جايلاني لسه الشعب على البنط في قدامك ديك. أنا دي والله لسه شايفاك في عيني صغيرة وبتلعبي في الواطة دي هنا. الحمد لله يا أمي. إلا والله يا ليلى أنا فرحانة فرح، اسمك في خشم أي زول في الحلة، ليلى عاشرة السودان، ليلى وانت المدرسة. الحمد لله يا أمي. والله يا أمي أنا بيضة كله ما فرحانة. ليه يا ليلى ما فرحانة؟ لأنه أبوي ما في. أنا والله يا أمي كنت بتمنى إنه الناس يباركوا له قبل ما يباركوا لي أنا. يا بت، أبوك كان من النوع اللي بيقعد ويربي بناته، كنت الليلة بقيت قلت السودان. يا أمي انت ابوي ده بالضبط وين؟ ما عرفه وما دايره اعرفه. اديني البصل ده جيبيه. يا ريت تدوم هنانا حبيبي. انت عارف ديب؟ ايوه. بنتك عازه دي مش نجحت ودخلت الجامعه؟ تضحك مالك؟ والله خرفتها. منو ده؟ خرفت يا صديق والله. يا اختي تذكر يومتها في اليافطة انا ما جيت لك جاري وقلت لك عزة نجحت وزعت الحلاوة من البيت انت اول زول؟ والله العظيم يا رديب عليه لمين الراس جات ينس جوطة. اسا هتسافر الخرطوم؟ ان شاء الله. اخذوها يا سيدي في كلية الاداب وانا حسافر البلد عشان اخدها من هناك للخرطوم. لكن تعال يا عربي انت عندك اهل هناك في الخرطوم؟ والله عندها ناس خالتها في الحاجوزي لكن هي يمكن ياخذوها في الداخليه. ربك يوفق. الله يبارك فيك. علي وين؟ لا يا عز اقوم امشي اشوف اليافطه وبعد ذاك اخشى محمد امشي اشوف من زمان. انا استناك هنا في البيت. لا لا تحسني في البيت يا اجيك بهناك. هاي خلاص هاي. تفضل يا زينة. لكن ما تقول لي ماشيين الجامعة. مبروك لك يا زولة. هيني يا زينة بمناسبة الجامعة دي. ما قلت لي ايه نظام الداخلية ده حيكون كيف؟ طبعا يا ستي اول ما نصل هناك حيوزعون على الداخليات. وانا مين هسه؟ طبعا عارفه نفسي حكون وين. حتكوني وين؟ في شنبات. طبعا شنبات. ايوه. وشنبات دي وين كمان؟ شنبات دي يا ستي في بحري اللي هي فيها طالبات الزراعه. لكن غالبا انتوا حتكونوا في الخرطوم يا ليلى. والله يا سنة انت عارفه شنبات وعارفه اي حاجه. بالمناسبه يا سنة انت سلمى اختك دي مش هناك برضو؟ ايوه برضه في زراعه. انت قصتكم شنو على الزراعه دي؟ بنحب الخضار يا اختي. والله عيني يا سنة انتوا حتسافروا متين؟ غالبا يوم الخميس. لكن انت مش مسافره معانا؟ لا نحن هنسافر انا وامي بعد بكره لانه يا اخي عايزين نقعد لنا يومين ثلاثه كده مع ناس خالي قبل ما ننزل الجامعه. بختك يا بنتي تفسحي وتسرحي وتمرحي في الخرطوم. لكن يا ليلى صدقيني حتستمتعي بها بصورة ما عادي الخرطوم دي، خاصة اللي زول لأول مرة يمشيها. يا أخي متين نمشي يا بنت سمحة جدا جدا عاصمة فعلا. هاي يا ليلى انت لسه ما شربتي العصير؟ يا أخي بشرب يا خلي بس العصير. رضوان ما بتأخر شديد. تفتكر تأخيره ده طبيعي؟ مشت نص ساعة. أكتر من طبيعي. أنا شخصياً ما مندهش له خالص. ليه؟ إنه أبوي أصلاً ما حيجي. كيف يعني ما حيجي وهو وعدني إنه مخصوص حيجي الليل عشان يحتفل معي بمناسبة دخول الكلية؟ أنت ياسي منتظراوي؟ إذاً حتنتظري كثير. Thank you.
طلع ما صح. اهو بابا جا. غريبة دي عاملة كيف دي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. اهلا بابا، خفت انك ما تجي. يا هو جيت يا ستي. ما تقعد ليه واقف؟ والله الحقيقة انا مستعجل. مش قلت لك؟ كيف يعني؟ والله عندي بضاعة في المطار لازم امشي اخلصها. بابا نحن مش متفقين على البرنامج. ما انا جيت مخصوص عشان ما تقولي بابا ما جا وغشاني وما جا. بابا نحن لينا شهرين من بعد ما قعدنا مع بعض. معليش ان شاء الله هديني اسبوعين افضى ونقعد مع بعض ونطلع رحله ونقعد وناكل ونشرب ونتونس واي حاجه انت عايزها نعملها، بس اسبوعين. معليش بعدين نتلاقى في البيت ان شاء الله. قبل تسعه يا حاج؟ قبل تسعه ان شاء الله. ان شاء الله. الحساب ما تدفعه انا حادفعه. طيب شكرا. يا ليلى هسه بخيط لك، وكان ذكرتني كنت جبت لك شنطة جديدة. يا أمي يا أمي عليك الله سيدي، دي شنطة طالبة جامعية. أنا ما تذكرتها يا بنتي، كان تذكرتها كان جبتها لك مع الفستانين. ما تذكرتي شنو يا أمي؟ أنت ما عارفاني أنا مسافرة. وقت النص الناس خالك هناك إن شاء الله بلقى لك شنطة سمحة. أنا بكلم لك عفاف. لا يا أمي ما في داعي للشهدة، ما دايرة. نحن يا بيتي دارين نزعل لنا زول غريب ما بيتخالك. لا يا غلطي فاضة. اهلا اهلا يا عثمان، اتفضل. اهلا يا عثمان يا ولدي. السلام عليكم. اهلا الله يسلمك. كيف الحال؟ اتفضل يا عثمان. ليلى زيك. اهلا. يا اهلا لكم يا خالتي فاطمه. خلاص بقيتوا السفر ان شاء الله باكر دغش باذن الله. اسوي لك كوبايه شاي يا عثمان؟ شاي؟ لا 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 شكرا، اصله انا مزحوم. مين شفتي مين ما بديت اقص قصه الفيضان دي؟ الدكان طوالي مزحوم مزحوم، بس عثمان ماكوك عثمان ماكوك عثمان ماكوك. الحمد لله يا عثمان. شفتي ده الاول الفستان؟ اي ما شاء الله تفصيله تمام ما شاء الله. شفتي ما قصرت. وده الثاني، ده الثاني، بعدين ده شفتي ده لا كده لا كده كده ده تفصيلته مختلفة. ليه؟ نقله أنا خيطته بمزاج، وشفتي التفصيلة والقماش هدي مني لليلى. كتر خيرك يا عثمان، والله ما بتقصر. والمناسبة شنو؟ بمناسبة قبولك الجامعة. وانت منو عشان تهدي لي فستان؟ أجابتي انت جنيتي ولا شنو؟ شكرا يا عثمان يا ولدي كتر خيرك. يما لو سمحتي اتفضل يا سيد شيل فستانك ده ونحن ما قاعدين نشحد. انا اقوم امشي يا سنه بعده لانه ممكن تتاخر. طب شوان يا ليلى اخسى عليك اقعد شويه. انت مش عارفه انه بكره انا وامي مسافرين؟ يا زوله مش حاجاتك جاهزه؟ جاهزه، لكن بس قلت اجي اوديك وارجع بسرعه. شايفه المساله بقت كده مقلوبه. يخسى عليك يا ليلى، انا مش قلت لك كنت ماشي عليك انت جيتيني؟ يا اخي انا قاعده اهزر معاك. سنة؟ ايوه يما. تعالي يا سنة انا دايره. طيب جايه. خلاص انا لا حمشي. خليك دقيقه يا ليلى اشوف امي دايره شنو اجيك رايده. طيب سريع. ليلى. ايوه يا سلام. ده جواب جات من وانا ابوي. جواب لي انا؟
امي. جمعني يا ليلى. ربنا يتقبل ان شاء الله. ان شاء الله. لكن اذا اخرتي مع سنة يا ليلى. كنا بنتونس كده، انت عارفه انه بكره احنا مسافرين. بالمناسبه علي قرش رسل الجواب. اها، وقال شنو في جوابه؟ والله قال كويسين وتسلم عليه، وقال حاجة تاني كمان. خير إن شاء الله. خير، قال لي اسمي موزع في كلية الآداب، وقال منتظرين جيتنا بس. ربنا يسهل إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. صار على الحسرة والليل والوهم، أبويا درب الليل طويل وأنا بين غيابك والألم. ما قدرت أصار على الحسرة والليل والوهم، رسلت لك ما جاني رد، لا كلمة منك لا وصية ولا سؤال، كأنه ما بيناتنا ود. ما قدرت أصار على الحسرة والليل والوهم، يا أبويا درب الليل طويل وانا بين غيابك والألم. ما قدرت أصار على الحسرة والليل والوهم، رسلت لك ما جاني رد، لا كلمة منك لا ولا سؤال، كأنه ما بيناتنا ود. شوفي يا ليلى يا بنتي. اها. هاك يا ليلى يا بنتي. دشني يا امي. خاتم. هدية نجاحك. والله يا ليلى انت عارفاني ما عندي قدرة. كان عندي قدرة كان جبت لك الذهب اللي في السياخ كله. يا سلام يا امي. اها هاك يا بنتي. الخاتم ده تبقى عليه 10 ما تفرط فيه كله. يا سلام يا امي. دي أغلى هدية أنا شفتها في حياتي. الله يخليك لي يا أمي. الله يحفظك يا بنتي. يديك لي العافية يا أمي. الله يحفظك. الله يخليك لي يا أمي. يكفيك شخص. الله يديك لي العافية. أبقى 10 على رقبتك يا ليلى يا بنتي. الله يخليك يا أمي. Bye.
والله مشتاق لك يا ماما، خاصة براء. بالله كده عني دخلت على الروضة؟ لا الحمد لله أنا كويسة. بابا كيف؟ لا أنا كويسة، والجامعة احتمال تفتح في الأيام الجاية. يعني استعجلت ورسلت من السلباسة. أبدا ولا عمي بقى ما مقصر معك. لا والله بجد مرتاحة شديد. طيب سلم على بابا وبراءة. لا أكيد حتصل بكم كل يوم إن شاء الله. طيب مع السلامة. سمحت الحساب 40,000 حاجة ديالي. طبعا يا عفاف، ليلى دي ما هي صغيرة، أنا متنبئ لها بمستقبل باهر، قلت حتبقى حاجة تانية. مبروك يا ليلى يا بنتي. الله يبارك فيك يا خالتي نورة. أمي معها العشاء كيف؟ والله يا عمتي فهنا دي شايفاها خلاص تعبانة تعب شديد ونايمة عليه كده. والله يا عفاف يا بنتي سفر اللواري ده صعب خلاص. ادوني دقايق اعمل لكم العشاء عشان تاخذوا راحتكم. اسرع يا نوره قبل ما ليلى تنوم. انا ما بنوم يا خالي لانه انا متعوده على السهر ده من يوم المذاكره. هو يا اختي انت شفتي سهر؟ والله في الجامعه هنا راجيك السهر الجد. هاي حتشوفي. هاي يا اخوانا كده عن اذنكم احصل امي عشان اجيب العشاء بسرعه. نوام معك شاهيناز. اهلين ندى.
والله بالغت لكن منتظرك من الصباح تجي. بجد؟ لا لو كده معلش. تعرفت ما تعرفيه؟ تعرف ليه؟ ليه يعني؟ عايزة تقول ليه وقفت في الشارع وأشرت للعربية وركبتي؟ طبعا أنا عادة بتحرك، إذا كان بوتوستوب بيبص بتاكسي ما مشكلة، المهم أصل الحتة اللي أنا عايزاها. خليني من البص والتاكسي ده ممكن، لكن تركبي عربية ساي كيف يعني؟ عادي جدا، الاوتوستوب ده وسيلة عالمية. شنو؟ غريبة هنا ولا شنو؟ لا بس لأني أنت بيت. عشان بيت ماركة بتستعب؟ يعني إذا معك ناس ممكن، لكن براك احتمال تتعرض لمضايقات. ده تفكير متخلف، معليش يعني، لكن أنا اطلاقا ما فكرت إنه ممكن يكون في فهم زي اللي أنت بتقول عليه ده. لخي دي تبقى حالة شاذة. بعدين حتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، صح؟ فضل الظهر ممكن، لكن أوتوستوب لا. ده لغز ده؟ ابدا، ده كلام واضح. الزول اللي بيقيف بين يد فضل الظهر بيبقى ده مواطن صالح، لكن الاوتوستوب بيفهمه الغربي اكيد عنده مخاطره. عموما انا ما حصلت لي اي حاجه من اللي انت بتقول على دي، ولو مستقبلا في احتمال انها تحصل انا كفيله بحسمها. على كيفك. المهم انت عايزاني في شنو؟ انت طبعا عارفه الجامعه حتفتح وانا محتاجه لفساتين على مستوى، عشان كده عندي مجلات برضه في الدولاب، تختاري معي تفصيلات. جدا. بالمناسبه في برنامج في قناه كل يوم خميس بيعرض موديل كامل بتاع قصات، ممكن تختاري حاجه اللي انت عايزه. البرنامج ده فيني منه، حتى انا القصات اللي بختارها من المجلات الا بابا يوافق عليها. فاقوم اجيب لك المجلات تشوفيها. اوكي. خلي اي حاجة في يدك وتعالي. هاي هنا في المكتب. بزول عانو مستنيك. ها؟ هاي. طيب. اتفقنا يا زولة. لكن بس يا عفاف انا خايفة من امي. ليه؟ بس هي مصرة على مسألة الداخلية دي. والله الداخلية دي انت ولا بتقدر عليها ولا حاجة. انا ما يعني موش عشان هي يعني ما عايزه انا اقعد معاكم ولا هاي بالشكل ده. لا هسه يعني معنى كلامك ده انه هي رافضه انك تقعدي معانا هنا. لا 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 يا عفاف ما تفهميني غلط، امي بتفتكر انه الداخليه دي انسب شيء للمذاكره. قلت لك قبل الداخليه ما بتقدر عليها كده غيتوش. اقول لك الموضوع ده
اعتبري محسوم. زي ما شايفة براك الأوضة دي فاضي وأنا قاعدة فيها براي. ها؟ والحمد لله يا حسين إنك جيتي. يعني تملى علي والحاجة الأوضة دي ونقعد سوا وتبقى لي أخت يعني. خلاص. ليه جد شنو؟ الجد انه الجامعة هتفتح وانت لسه ما عملت اي حاجة. كيف الكلام ده؟ ما هو رضوان اخوك قاعد وعنده عربية وممكن يوصل كل يوم الجامعة ويجيبك راجعة ولا شنو رضوان؟ انا شخصيا ما عندي اي مانع طبعا. والفساتين؟ الفساتين حنجيبه. بس اصبري لي شوية. طب يا بابا انت ما متذكر انه رضوان اول يوم نزل الجامعة كان عنده عربية جديدة؟ هاي متذكر. لكن الزمن داك احنا ما جيناك عشان تسوق رضوان توديه الجامعه وتجيبيه. شايف يا رضوان؟ شايف بابا بدا يهزر لما عرف ان المساله جد؟ يا ستي ما تزعلي، يومين ثلاثه وعربيتك تكون عندي. جد يا بابا؟ جد ان شاء الله، بس اصبري لي يومين ثلاثه. طيب يا اخواني انتوا اشربوا الشاي وانا ماشي مستعجل عندي مواعيد. وي ما تسيب لكم بقى شاي؟ معلش اشربوا انتوا عارفين الشغل وزحمته وعندي ارتباط مهم جدا جدا، لكن اعدكم اني حاجة اتعشى معكم. طوالي يا بابا انت مستعجل عندك شغل طوالي كده. فاضل الكلام ده عيب مني. والله يا غرش يا اخوي ما فوق اي حاجه، وليله كل اسبوع بتجيكم من الداخليه تقضي معاكم الخميس والجمعه كلين هنا في بيتكم. انا ما عاوز اسمع كلام زي ده. وايته والله يا غرش يا اخوي حيرتني، ما عارف اقول لك شنو الا كده. انا اشوف راي ليلى. ليلى ما عندها راي معي. انا قلت تقعد هنا يعني تقعد هنا وتقعد مع اخوتها في اللوضه. السلام عليكم. اهلا يا عفاف يا بنتي. ها خلاص ماشي الشغل؟ اي خلاص. ليلى ما تقول لي ما صحت لي حسه. هي صحت بدري وراقده في اللوضه بغادي تقرا لها في مجله. خلاص انت مرقة نادي علي معاك انا عايزة. حاضر عن اذنك يا عمتي. اتفضل يا بنتي اذنك معاك. مع السلامة. الله يسلمك يا عفاف. يا ليلى يا بنتي بعد كلام خالك ده ثاني ما عندك اي كلام. ان شاء الله يا خالتي نورة. لو احتجتي لأي حاجة تكلميني طوالي، واحتضريني زي فاطمة أمك دي، وغرشي ده أصل غرشي خالك. ربنا يزيدك من خيره ونعيمه يا نورة يا بنت أمي. يا فاطمة أختي، ده الواجب، بعدين الليلة دي مما هي صغيرة بنتي. أنا ماشي السوق، دايرة حاجة؟ أي، جيب لنا معاك سمنة ومكرونة. هاي بسم الله، ذكرتيني يا نورة. أنا جايبة لك معاي قزازتين سمن بلدي أصلي. فاطمة ما جبت لها معاك مكرونة؟ يا أستاذ يا باشمهندس. ندى تفضلي. أنت السنة كلها موسيقى؟ طبعا انا عندي مذاكره ولا عندي جامعه. والماجستير؟ لا الماجستير ده لسه قدام شويه. عاوز شنو؟ عايزه في مشوار انا ولا العربيه؟ البركه فيك انت اول بعدين العربيه. جدا وماشي وين ان شاء الله؟ مشوار قريب ماشي السوق. بيتين ماشي ماشا بعد المغرب. لا لا بعد المغرب انا عندي مشوار مع دكتور كمال. ما حد اخر نص ساعه بس. طبعا الليله قدرت اقلع مبلغ ما بطال من بابا. وانت عارف طبعا الجامعه قربت المفروض مش اختار فساتين. ايوه والمطلوب مني انا طبعا الف معاك من بوتيك لبوتيك ومن سوق لسوق عشان ما اعزل معاك الفساتين. لا شكرا يا استاذ دي انا عافيتك منها. تذكر ماما الله يرحمها قالت لي
اصلا ما تخلي راجل يختار لك ملابس. الله يرحمه احسن الله. لكن طبعا شاهيناز ما قصرت. ايوه عشان كده شايفك امس شايله الصور من بتاعت المجلات بتاعت الازياء دي واقفه مع ابوي وهاك يا ضحك. جدا يا ندى ما في اي مشكله. خلاص شكرا. هاك دي المصاريف خليهن عندك، وكان احتجتي لي اكتبي لي تاني. انت طبعا عارفه العنوان يعني. طبعا. وما اوصيك انت باقي بنت فالحه مما كنت صغيره قدري كده. والله يا عزه فاهمه فاهم البنات كلهم ما زي عارفانين. عايز اقول لك شنو؟ اهم حاجه يا بنتي القرايه والمذاكره ان شاء الله. سامعاني؟ دي من اهم الوصايا عندي. وبعدين من الداخليه للجامعه ومن الجامعه للداخليه. حاضر. سامع. ها وكمان في وصيه مهمه جدا جدا، انت بعد يوم الخميس ما تنتهي من دراستك. ايوه. بيجيك الفاضي بيسوقك الحاج يوسف يوديك لناس خالدي تاخدي معاهم يوم الخميس ده كله ونهار الجمعة، وقوم يجيب الثاني راي على الداخلية. إن شاء الله يا أبوي ما في عوجة. كويس؟ حاضر. إن شاء الله يعني نسمع عنك كله خير يا بنتي. إن شاء الله. وأنا معتمد عليك يا بنتي. حاضر يا أبوي. كويس؟ خلي وصيتي دي في بالك تمام. ودعتك الله يا بنتي. ودعتك الله. ودعتك الله ها. ما تنسى أهم حاجة القراية والمذاكرة. حاضر. طيب. ودعتك الله. ترجعني البيت من تاني يا رضوان؟ انا الليله شخصيا ما عندي اي طريقه اطلع من الشركه. طب الليله اذا ما في حاجه في الجامعه نعمل شنو؟ ما اصلا يا ندى واليوم في الجامعه ما حتكون في محاضرات. وانا حتصرف كيف؟ انا شخصيا ما عندي طريقه اطلع من الشركه لغايه نهايه اليوم نهائي. خليه ممكن تضربي لابوي في السوق عشان يرسل لك العربيه مع السواق. ما تزول، وش انت وعدت بابا انك تجيبني وترجعني؟ ايوه وعدته الليله بس. اوكي. اوكي؟ يلا باي باي. يلا باي. باي. تعالي يا بايخ انا زعلانه منك. تعالي. انت مش وعدتيني انك تجيني في البيت اول امبارح؟ ايوه صح، لكن عمو فؤاد كان ما في ومن زوجته قاعده برا. شفتها بايخه سيبها واطلع. يعني محبوسه في البيت؟ ما كده، طلعنا مره مشينا النادي سوا ومره مشينا الفندق اتعشينا. طب ما كان تجيبيه وتيجي غشاني في البيت. ما مشكله الايام بينا. اخبار امك وابوك كيف؟ قاعده اتصل بيهم كل يومين تقريبا. لكن اقول لك حاجه. انا مما جيت منه ومن ابو ظبي مش قريب؟ اي والله هزي مشتاقه لهم زي كاني شفتهم قبل سنه. وضعي طبيعي، لكن ان شاء الله هعمل لك برنامج هنا يخليك ما تتذكريهم الا مره مره. لا لا لا، برنامج ينسيني ليه ما عايزاه. بعدين وزاره الجامعه حتخلي لنا وقت. بالمناسبه
ايه رايك نعمل جوله نتفرج على الجامعه؟ جدا يلا، وخاصه مع الفستان الجديد. يا بتبطلي. نسيت يا أبوي والوالد هو بغض على الولد، كيف نسيت يا أبوي والوالد هو بغض على الولد، دمعتي جالا بيكتي القمر أصبح ليها خد، دمعتي جالا بيكتي والقلب أصبح ليها خد، أنا تحت في درب الزمن محرومة من نبض الحنان مسجونة في لهب المحن، أنا تحت في درب الزمن محرومة من نبض الحنان مسجونة في لهب المحن، ما عرفت ليه وين والوالد هو بغض على الولد، كيف نسيت يا أبو والوالد هو بغض على الولد، دمعتي جالا بيكتير القلب أصبح ليها خد، دمعتي جالا بيكتير القلب أصبح ليها خد، دمعتي جالا بيكتير القلب أصبح ليها خد.